السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبه بس سيميليتر التيميت، ومثل ما شايفين اليوم داخل في الاونلاين مع ناس ما بعرفون وما بعرف وين رايحين بالضبط، بس شفت هيك في ناس كتير دخلوا في حموله او رحله، تقريبا شي 9 اشخاص دخلوا هيك فرد دخله، فقلت لحالي ندخل معه نشوف شو الوضع، هل يا ترى في تخريب في مشاكل ولا لا. هلا راح يبين معنا. خلونا بدايه نشغل الباص. شغلنا الباص، وفي عنا يا جماعة شو رح نشغل؟ نشغل الإنارة الداخلية بهالشكل هاد. طبعا الباص تبعي متدمر تدمير، يعني من كتر ما بده تنظيف وتغسيل، فلازم نكبه ونجيبه على زيرو مثل ما شايفين قدامكم بهالشكل هاد. طيب حاليا يا جماعة الخير رح نطلع على الطريق نشوف العالم، الله يستر ما حدا يعملنا شي مشاكل. طبعا هذا بده اشغله مكيف ومو مكيف وما بعرف ايش. تعال شغل المكيف، وينه هاي المكيف؟ يلا ها يا الشكل، تعال نشوف الشكل الداخلي. بسم الله ما شاء الله، تفرج الباص كيف متوسخ، صرنا زمان ما لعبنا في هاي اللعبة، فحبيت ادخل هيك بالاونلاين نشوف شو الوضع. وطبعا شوفوا يعني اجت على حظنا كمان الدنيا مطر عشان تكمل معنا. بس على فكرة هذا الباص اللي معي أجمل باص في اللعبة، أنا هيك حسيته، لأن هيك قديم وبنفس الوقت هيك فيه متعة صراحة، فجربوه أنصحكم. ما شايفين طلعنا من الجراج. مبدئيا بما إنه السيرفر دخلت فيه ناس كتير، فلحد الآن ما في لاج، ما في تقطيع، ما في مشاكل، فإن شاء الله يعني بتتابع اللعبة على هالمبدأ هذا، ما بصير فيه مشاكل. هاي معنا المعاون هون ما شايفين. طبعا يا جماعة هاي اللعبة بتنزل على الايفون والاندرويد، ورابط تحميلها بتلاقوه صندوق الوصف. اللعبة فيها اونلاين وفيها اوفلاين، وبامكانكم كمان انكم تدخلوا بالردها، يعني تدخلوا مع ناس هيك شو بدي اقولكم باللوبي، وبتظبطوا اموركم، تتحالسوا مع بعض وكذا. بس اللعبة لحد الان ما ضافوا لها مايك ميكروفون، وهذا الشيء افضل بالنسبه لي. ليش؟ لاني اذا ضافوا ميكروفون راح يصير في مشاكل كثير، راح يصير في مسبات كثير، راح يشتموا بعضهم الناس والف مشكله، فالافضل تبقى اللعبه بهذا الشكل. ماشي فيه. اذا لقينا مكان لغسيل الباصات راح اوقف اغسل الباص، لاني الله وكيلكم الباص متدمر. شغل الاناره، ليش ما احنا مشغلين الاناره؟ فرجيني يا عيني عليك على الباص، تفرج يا حبيبي. يا اخي هالباص هذا كثير حلو صراحة، شايفي؟ لحد الآن ما شفت لا مشاكل، لا شفت حدا عم يخرب ولا شيء، كلياتهم راحوا قدامي، عرفتهم هيك الناس كله يروحوا قدامي مشان ما يصير مشاكل. لحظة نشوف كم شخص في؟ 9 أشخاص والله. 9 أشخاص معنا في اللعبة، يعني ما حدا خرج لحد الآن. وريتنا يمين يمكن. بسم الله ما شاء الله، طبعا طلعوا المطر. شوفوا المطر يا حبيب. طبعا هاي اللعبة فيها شغلة صعبة، واللي هي انك وقت تشتري الاماكن او المدن يلي بدك تروح عليهم تسافر عليهم، فالطريقة شوي صعبة صراحة، يعني لازم يكون في عندك عمل ذهبية. بس من كان عندك عملة ذهبية مباشرة تدخل بتشتري. بس المشكلة وقت تفتح بلد، بس فتحت بلد بعملة مثلا نفترض تدفع لهم شي 30 عملة، بعد ما تفتحها لازم تشتري فيها مدن كمان، كل مدينة حقها 60 70 عملة ذهبية يعني كوينز يعني، فهي الشغلة شوي صعبة. بس بإمكانكم تجمعوا الكوينز عن طريق مشاهدة إعلانات، مشاهدة شو اسمه أخذ الصناديق الهدايا وهيك، فبتظبطوا أموركم يعني على المبدأ هذا. وإن شاء الله بركي بيلقوا لنا هي الميزة تبع الركاب كل شوي بيحكوا معنا، فالله وكيلكم بيهلكونا هلك. ايوه الترتيب هون يا جماعة،
عصيانين هون ورجينا لنشوف شو الترتيب، ليش واقفين هون وليش مش واقفين هون يا حبيب؟ شو القصة يا شباب؟ ليش مجتمعين هون؟ عرف واقفين وقفة هون ليش؟ ما عرفت. ما شايفين لحد الآن، ما شفت محطة وقود نعبي مازوت مثلا أو نغسل الباص. حتى المدينة ما عرفت وين نحن، وين رايحين وين جايين، ما عرفت صراحة. لأني بتحس اسمها كني ما بعرف شو اسمها بالضبط صراحة. فشفت العالم داخلة قلت لحالي ادخل معهم شوف شو الوضع. في أجانب، في تراك، في ما بعرف من وين. هذا اللي جابنا روسي، يمكن من روسيا. اوف عنده لاج وتقطيع ومشاكل يمكن، فمشان هيك عم يوقف كل شوي. الله يكون بعونه بس ما يخرب علينا يا شيخ. هوب 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 هوب، هدي 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 يا معلم يا معلم. ورجيني شو عم بيصير معه هذا. يمكن وصلنا على مكان الرحلة ما بينا شيء. رح صار نشوف، بدنا انترنت. لك يا اخي الباص اللي معنا قديم قديم يا جماعة الخير، الباص قديم ما فيه انترنت. هلاكوني الله وكيلكم. هن بدهم انترنت وبدهم مرحاض الله يعزكم وما بعرف شو. واحد بده ينزل يشم هوا. هلا هون نحن بلشنا ندخل على المدينة، صار في لاج ليش ما عرفت. فيا ترى من الزحمة الموجودة في السيرفر ولا شو الترتيب ما بعرف. طيب هلا هون وين لازم نروح يا جماعة الخير؟ هلا هذا طريقنا على اليمين، مسدود ولا مشغال ما عرفت. طيب كمل سيبي لنشوف وين رح نوصل. غالبا من هون طريقنا، من هون يمكن. تعال نشوف، ضيعنا الجراج الله وكيلكم. وين الجراج يا شباب؟ بدون شاشات كمان يا اخي، ما عندي شاشات في الباص. باص قديم، باص قديم. تحسهم كأني طالعين بده يحققوا امانيهم واحلامهم في هالباص هذا، هاي الرحلة. يعني الركاب بتحسهم جايين من المريخ. يعني دفعنا حق التذكرة فبالهم انه لازم نشتروا الباص كمان. طيب الله مبدئيا يا جماعة ما لقينا مكان لغسيل الباص، وبنفس الوقت اضطرينا انه نجي للمكان ورأيناه الأخيرا. اوف اوف اوف، عرفت وين نحن؟ بألمانيا يا جماعة، نحن بألمانيا يا جماعة. يا اخي عن جد هالمرة انبسطت شوي. ليش؟ لاني عطول بناخد رحل بنفس المكان، عرفتوا كيف؟ فالافضل انه هيك ناخد هيك رحل في اماكن مختلفة. طيب تعالوا نصف الباص هون، صف هون لقلك. صف 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 صف. ايوه يا عين عليك، حلو. وهلا يا جماعه مثل ما شفتوا بهذا المقطع وصلنا رحله، وان شاء الله تكون عجبتكم. طبعا يا جماعه الخير، هل حبيتوا اللعبه بعد التحديثات الاخيره ولا لا؟ طبعا في اشياء كثير عم يضيفوها على اللعبه، بس يعني في اشياء ما بتفيدنا صراحه عم يضيفوها. فان شاء الله بركي بتصير اللعبه افضل. تحياتي لكم، ولا تنسونا من الصلاه على النبي، ولا تنسونا من لايك واشتراك في فيسبوك عشان تصحوا تصحوا من كل جديد. والله يا جماعه بترككم بامان الله والسلام.